إن اليمنيين الجنوبيين يعتقدون أن كل المشاكل والأحداث التي تقام ضد الجنوب مصدرها اليمنيين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال حاليا، فما هو رأيكم نحو هذا الموضوع؟ الواقع أن مشكلة الجنوبيين احنا نعتبرها مش مشكلة، هي مأساة، ولا يجدون ملجأ إلا الشمال، ونحن نفتح صدورنا لهم ونرحب بهم بصفتهم يمنيين، وانطلاقا من إيماننا بوحدة التراب اليمني فنحن نقدم لهم كل ما نستطيع من البوت الضروري. مستشارين السوفيت عدد قليل جدا كانوا يعملون في القوات المسلحة، لأن أسلحتنا كلها، سلاح الجيش اليمني كله سوفيتي، دبابات، طائرات، مدفعية، كلها. فلا بد لكي يحسن اليمني استعمال هذا السلاح من أن يكون له أستاذ يتعلم لديه. فمهمتهم، مهمة هؤلاء الخبراء، هي تدريب القوات المسلحة على الأسلحة السوفيتية.